أهلا بكم بفيديو جديد عن فيم. وموضوعنا اليوم هو نفس موضوع هذا المقتطف الذي أضفته للموقع أوامر مهمة تبدأ بحرف جي بفيم. فكل الأوامر اليوم الذي سنتعلمها تبدأ بحرف جي. ولنبدأ فعليا بالحديث عن هذا الموضوع، فإذا كالعادة سنفتح ملف للقيام باختباء التطبيق عليه، وأذكركم أن كل شيء أكتبه سيظهر هنا على الشاشة. مثلا هذا الحرف كتبته سيظهر هنا على الشاشة حتى تروا ماذا أكتب أنا. فالآن لدي هذا الملف، طبعا يمكنك فتح أي ملف على الإطلاق وتقوم بالتطبيق عليه. هنالك شيء نتعامل أحيانا معه بالبرمجة، وهو أن يكون لديك السطر طويل طويل جدا. بمعنى آخر أن هذا يعتبر، هل هذا السطر مثلا؟ نعم هذا السطر، إذا هذا هو السطر كامل. وهذا السطر هو سطر واحد، لكن بصريا هو أو صوريا يعني هو عبارة عن ثلاثة أسطر. إذا هذا سطر، هذا سطر، هذا سطر، لكنه فعليا هو سطر واحد. فإذا أردت التعامل معه بالمحرر، مثلا أريد الانتقال لنهاية السطر سينقلني إلى نهاية السطر، أردت الذهاب للبداية هكذا سأذهب للبداية، فيتعامل معه كسطر واحد. فأمر جي يسهل لي التعامل مع مثل هذه الحالات. بالمقتطف الذي كتبته هنا وضعت اسم هذا النص الملتف أو السطر الملتف. إذا لديك اسم أفضل من هذا أخبرني، سأقوم بالتعديل فعلا على هذا الموضوع. لكن السطر الملتف أو النص الملتف هو عبارة عن نص طويل جدا موجود على سطر واحد، فعليا هو سطر واحد لكن بصريا يمتد على عدة أسطر. فكيف يمكننا أن نقوم فعليا بالانتقال في هذا الملف؟ فلنبدأ. بداية تقوم بالنقر على حرف جي وثم جي للانتقال للأسفل. فإذا الآن انتقلت للأسفل، فإذا جي وجي مباشرة. طيب إذا أردت الانتقال للسطر الأعلى فعلي أن أكتب جي كي، الأعلى جي كي. لاحظوا كي بحد ذاتها تنقلني للسطر الأعلى كسطر واحد، وجي السطر الأدنى كسطر واحد. لكن الموضوع الذي أنا أتحدث به الآن أن مثلا لدي هذا النص الذي يبدو بصريا مرة أخرى ممتد على عدة أسطر لكنه فعليا سطر واحد. فإذا أردت أن التنقل بين هذا السطر، لاحظوا يمكن أن أقوم بهذا الشكل، أن أذهب لنهاية السطر بالدولار ساين، وأردت الذهاب للانتقال بالرجوع للخلف يمكن أن أقوم بالنقر على H هكذا حتى أنتقل. يمكن طبعا أن أضيف مثلا 10 H أو مثلا 100 H وأرجع للخلف بهذه الطريقة. لكن ماذا لو أردت شيء أسرع من هذا؟ فيمكن أن أستخدم الأمر G، فأكتب جي كي، والآن أنا أصبحت على هذا السطر، هذه جزئية من السطر البصري لهذا السطر الطويل الذي يبدأ باثنين. فإذا الآن مرة أخرى جي كي، جي كي، لاحظوا جي كي، جي كي، أو جي جي للانتقال الأسفل، لاحظوا. فهذا شيء سريع جدا فعليا للانتقال بهذا الموضوع. فإذا كل شيء مدون بهذا الجدول، فيمكنكم العودة إليه والنظر. أنا أطبق الآن عملي لكن كل شيء موجود بالجدول. فإذا جي جي وجي كي ينقل المؤشر للأعلى والأسفل إلى جزء الملتف من السطر كما لو كان سطرا مختلفا. فإذا الآن شرحنا عنه. الموضوع الثاني، نحن نعرف أن إذا أردنا الانتقال مثلا ل أول السطر، فيمكن أول السطر هذا مثلا السطر ككل يمكن أن أقوم بالنقر على زيرو، جيد، فيمكن أن أنتقل على زيرو حتى أصل لبداية السطر. أو هذه الهات يمكن أن أقوم بالنقر على هذه الهات، مثلا أنا هنا مثلا، أو هنا مثلا أنا هكذا هنا وأريد انتقال لأول السطر، يمكن أن أقوم بالنقر على هات التي هي شيفت 6. وإذا الآن أنا في أول السطر. إذا أردت الذهاب لنهاية السطر فأقوم بالنقر على دولار ساين، جيد. طيب أنا تعلمت مثلا إذا أردت الانتقال ضمن هذا السطر يمكن أن أقوم بالنقر على جي كي بهذا الشكل، جي كي جي كي،
عفوا دعوني أعود. فذا مرة أخرى يمكن أن أقوم بنقر جي كي جي كي جي كي هكذا جي كي هنا. فذا ممتاز. طيب ماذا لو أردت الانتقال إلى نهاية هذا السطر فعليا؟ فيمكن أن أقوم بنقر على جي دولار ساين. وجي هات أيضا ستنقلني عفوا أنا أقوم بنقر على هات الآن. لكن ماذا لو مثلا كتبت مرة أخرى جي 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 وذهبت إلى منتصف السطر، والآن أريد أن أذهب لبداية هذا السطر، يمكن أن أقوم بنقر على جي وثم هات أو جي زيرو، أنتقل لبداية السطر. فيمكن الانتقال لبداية ونهاية السطر البصري باستخدام أيضا الأمر جي، وهذا الشيء موجود أيضا هنا. فذا نفس السابق ولكن نقل المؤشر إلى الحرف الأول الحرف الأخير في السطر الملتف. طيب فذا الآن أنا ببداية هذا السطر الملتف. طبعا هذا السطر إذا أردت أن نقر على جي لوحدها سأنتقل إلى خمسة، لاحظوا. فذا لأن السطر هذا اثنين وثلاثة، هذا كله عبارة عن سطر واحد فعليا، لكن بصريا هو أكثر من سطر. فمثلا لو أردت أن أحول هذا السطر الطويل، هذا السطر الذي يمتد على عدة أسطر بصرية، أريد أحوله لعدة أسطر بالفعل، فيمكن ماذا أن أفعل؟ أن أقوم مثلا بتحديده بهذا الشكل مثلا وأكتب جي كيو. فإذا الآن لاحظوا الآن أصبح عدة أسطر فعليا وليس بصريا. فالآن لاحظوا أنتقل بكي وجي، لا داعي لي الأمر جي. فإذا مرة أخرى نجرب، عفوا مرة أخرى سنجرب، فسأقوم بتحديد السطر ثم جي كيو، فإذا أصبح عدة أسطر. فإذا أيضا هذا شيء جميل. الأمر الذي يليه هو أحيانا نريد أن نقوم مثلا، لاحظوا هذا كله كابيتال لتر، أحيانا نريد أن نجعله كله سمول لتر وليس كابيتال لتر. فدعونا نقوم بيو. بكل بساطة يمكن أن أقوم بالنقر على جي ويو، لا شيء لأن يعني لم أحدده، فإذا دعوني أحدده. فإذا الآن جي يو، لاحظوا أصبح كله سمول لتر. وإذا حددته مجددا وأردت أن أجعله كابيتال لتر فجي كابيتال يو، فإذا الآن كله كابيتال لتر. فإذا هذه طريقة سريعة للتغيير بين كابيتال لتر وسمول لتر، طبعا لأي شيء ليس فقط للسطر الملتف. يعني مثلا هذا السطر مثلا إذا أردت أن أجعله كله مثلا دعونا هكذا حددته، الآن أريده كله capital letter فإذا G capital U. إذا مرة أخرى أردت أن أجعله small letter فيمكن G small U. جيد؟ فإذا هذا بالنسبة لل capital letter small letter. طبعا وقت سابق أعتقد أنا شرحت فكرة تلدا، أتمنى أني أقولها بشكل صحيح. تلدا تعكس الكيس، يعني إذا كانت small تصبح كابيتال، إذا كان كابيتال تصبح سمول. فمثلا هذه تي كابيتال الآن ستصبح سمول بالنقر على تلدا، هذه ستصبح كابيتال كابيتال كابيتال. جيد. فإذا التلدا تعكس هذا الموضوع. طب يمكن مثلا أن أحدد هذا السطر وأقوم بعكس الكيس للجميع بالنقر على جي تلدا، فإذا الآن كل شيء انعكس، السمول أصبح كابيتال والكابيتال أصبح سمول. فإذا جميل جدا. فإذا هذا بخصوص هذه الأمور. أيضا لدينا هنا جي، فعليا أنا أستخدمها كثيرا للانتقال بين التابات. يعني مثلا إذا قمت أنا بإضافة تاب جديد مثلا X، والآن أنا بX، فحتى أنتقل بين التابات أقوم بالنقر على جي تي، فإذا جي تي لأنتقل بين التابس. فإذا جميل. أيضا يمكن أن أنتقل لملف، إذا ذهبت مثلا الآن هذا الملف etc host name يمكن أن أذهب إليه بالنقر على gf. لم يذهب إليه؟ لماذا؟ نعم لم يذهب إليه لأنه كتب لي هنا no write since last change، لأنه يجب أن أقوم بالحفظ قبل أن أنتقل لأي ملف. إذا الآن حفظت، الآن يمكن أن أذهب gf، فالآن ذهبت إلى هذا الملف. طبعا يمكن أن أقوم بالنقر على buffer next حتى أعود للبفر السابق أو الملف السابق. جيد. فإذا هذا بهذا الخصوص. طبعا جي لديها عدة أمور أيضا، ليست فقط هذا الذي شرحته، يوجد أشياء أخرى. مثلا نحن نستخدم هذا في وقت سابق، مثلا إذا أنا كتبت مثلا هكذا وضعت هذا على عدة أسطر مثلا بهذا الشكل، فإذا هذا على عدة أسطر، عادة أستخدم هذا أنا كثيرا.
ماذا أقوم؟ أذهب لهذا السطر هنا وأقوم بالنقر على كابيتال جي، كابيتال عفوا كابيتال جي، عفوا كابيتال جي. فضل لاحظوا، فماذا يفعل؟ يقوم بالجمع بين الأسطر بفراغات. هنا يقول أن جي يمكن أن تقوم بنفس العمل مع كابيتال جي، لكن تدمج الأسطر بدون مسافات. يعني لو كتبت جي كابيتال جي وثم جي كابيتال جي وجي كابيتال جي، لاحظوا جي كابيتال جي، لاحظوا. إذن جمعت نفس أمر، نفس كابيتال جي التي تعني جوين، جمع، لكن جي كابيتال جي لا تضع بينها فراغات. وهناك موضوع، مثلا لو هنا مثلا كتبت مثلا هاي وهنا هاي وهنا هاي وهنا مثلا هاي وهنا هاي، جيد. وأنا أريد مثلا هذا أن أقوم باستبدالها بهلو مثلا، فيمكن أن أقوم بالاستبدال باستخدام، ملاحظوا هنا أنا أكتب هنا، فإذا استبدال هاي مثلا وأكتب هلو، جيد. فإذا لاحظوا الشيء الذي حصل، أن تم استبدال هاي بهلو بالسطر الذي أنا موجودة فيه بالأصل، أو الكيرسر موجود عليه. الآن لو أردت مثلا أن أقوم باستبدال كل هاي بالملف بهلو، فيمكن أن أقوم بكتابة هكذا، لاحظوا انظروا للشاشة، فإذا جي، فإذا الآن لو مرة أخرى لاحظوا سأجد كل هذه هلو. فهذه سريع جدا، يعني إذا أنت مثلا استبدلت جزء بالملف وثم أردت أن يتم تعويض هذا في كل الملف، فيمكنك أن تستخدم هذه التريك. فهذا كله بالنسبة لي هذا الفيديو، تعلمنا الكثير حول هذا الأمر جي، أمر جدا مهم. وإن شاء الله أنا من وقت لآخر سأشارككم مميزات كثيرة بفيم مختلفة. ولاحظوا أن بالموقع أعتقد لو ذهبتم إلى تبويب أدوات ونصائح بالمقتطفات ستجدوا معلومات خاصة بفيم، ويمكنكم قراءتها، لاحظوا مثلا بهذا الشكل بالنسبة لهذا الموضوع، مثلا تجدونها كلها بجدول سهل أن تتبعوه وتتعلموا أكثر حول هذا المحرر. وتذكروا أن قليلا قليلا يمكنكم التقدم، فلا داعي للعجلة، فدعونا نستمتع بالتعلم ونستكشف كل يوم شيء جديد. فنلتقي لاحقا ومع السلامة.